خلال لقائه أمين مجلس الأمن الروسي، الرئيس السيسي يؤكد أهمية تغليب الحلول الدبلوماسية للأزمة الروسية الأوكرانية لحفظ الأمن والسلم الدوليين. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف ويكرم عددا من النماذج العاملة بوزارة الأوقاف. وسط تهاوي المرافق الصحية، الصحة السودانية تحذر من تفشي حمى الضنك والكوليرا بعد رصد إصابات. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر الداعي إلى تغليب الحلول الدبلوماسية للأزمة الروسية الأوكرانية بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين وينهي التداعيات الاقتصادية التي أحدثت ضررا كبيرا للاقتصاديات الناشئة. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، الذي أطلع الرئيس السيسي على آخر تطورات الأوضاع بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية ومستجدات التحركات الروسية في هذا الإطار. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد نيكولاي باتروشيف أمين مجلس الأمن الروسي، وذلك بحضور كل من السيد سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والسيدة فايزة أبو النجا مستشارة رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي، وعدد من كبار المسؤولين الروس. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن أمين مجلس الأمن الروسي نقل تحياتي وتقدير الرئيس فلاديمير بوتين للسيد الرئيس، مؤكداً الأهمية التي توليها روسيا تجاه ترسيخ العلاقات الثنائية مع مصر في إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين. وقد نقل السيد الرئيس خالص تحياتي للرئيس بوتين، مثمناً مسيرة التعاون الثنائي بين البلدين وزيادة التبادل التجاري، بالإضافة إلى المشروعات التنموية المشتركة الجاري تنفيذها، وفي مقدمتها إنشاء محطة الضبع للطاقة النووية لتوليد الكهرباء والمنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس. أضاف المتحدث الرسمي أن السيد باتروشيف أطلع السيد الرئيس على آخر تطورات الأوضاع بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية ومستجدات التحركات الروسية في هذا الإطار على المستوى الدولي، حيث أكد السيد الرئيس موقف مصر بأهمية تغليب الحلول الدبلوماسية للأزمة ودعم كافة المساعي الرامية لسرعة تسويتها سياسياً بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين، وينهي كذلك التداعيات الاقتصادية السلبية التي أحدثت ضرراً كبيراً للدول ذات الاقتصادات الناشئة، خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي العالمي الذي يتعرض لمخاطر جادة. وقد تناول اللقاء كذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بشأن الموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هذا العام يأتي في ظروف دقيقة يمر بها العالم، تعيد إلى الأذهان ذكريات من القلق والتوتر في ظل جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية. أكد الرئيس السيسي خلال كلمته في احتفالية المولد النبوي الشريف أن الأزمات العالمية كانت كفيلة باقتلاع الاقتصاد من جذوره لولا العمل التنموي المكثف الذي أثبت نجاحا كبيرا. يأتي احتفالنا هذا العام بالمولد النبوي المبارك بينما يمر العالم بظروف دقيقة تعيد إلى الأذهان ذكريات من التوتر والقلق والاضطراب لم تحدث منذ عقود طويلة، فما بين الكارثة الصحية التي تسببت فيها جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية عميقة الأثر الناجمة عن توقف عملية الإنتاج في كبرى دول العالم وما أعقب من ذلك من موجة ارتفاع أسعار عالمية تسببت الأزمة الروسية الأوكرانية في تفاقمها بشدة، مما دفع الدول الكبرى
لرفع أسعار الفائدة على نحو غير مسبوق أملاً في احتواء التضخم، وهو ما استدعى نزوحاً كثيفاً لرؤوس الأموال من الدول النامية إلى الدول الغنية. ومن هنا جاءت أزمة النقد الأجنبي التي يمر بها اقتصادنا والعديد من الاقتصادات الناشئة. والحق أقول لكم إن عاصفة طاغية كتلك كانت كفيلة في الظروف العادية باقتلاع اقتصادنا بشكل كلي والعصف بالكثير من مكتسبات الشعب المصري، وإن الثماني سنوات الأخيرة من العمل التنموي المكثف غير المسبوق في حجمه ونطاقه وسرعته قد أثبرت صلابة وصمودا ومرونة كبيرة لدى اقتصادنا القومي، بما يدفعنا إلى اليقين بأن الصعاب الحالية إلى زوال قريب بإذن الله. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تحافظ على قوة الدفع اللازمة لاستكمال مشروعات التنمية ونمو الاقتصاد بما يحافظ على معدلات التشغيل المرتفعة، وشدد الرئيس على أن الدولة تبذل جهودا لضمان قدرتها على حماية الأمن الغذائي وأمن الطاقة للمواطنين رغم الظروف الصعبة العالمية في هذين المجالين. أننا نبذل أقصى ما في الجهد والطاقة للتخفيف من آثارها على أبناء شعبنا، مع الحفاظ في ذات الوقت على قوة الدفع اللازمة لاستكمال مشروعات التنمية ونمو الاقتصاد بما يحافظ على معدلات التشغيل المرتفعة ويضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي وأمن الطاقة للمواطنين رغم الظروف العالمية الصعبة في هذين المجالين. هذا وقد قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريم عدد من العلماء والأئمة خلال احتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف. خلال هذه الاحتفالية حرص السيد الرئيس على تكريم القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. وخلال تدوينة على حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي، هنأ الرئيس السيسي الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. وأكد الرئيس السيسي أن هذه الذكرى العطرة نستدعي فيها كل معاني الرحمة والمحبة والسلام والهدى، ونستلهم منها الحكمة والموعظة الحسنة التي أرسلها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. تقدمت السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية بالتهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، داعية الله تعالى في هذا اليوم المبارك أن يحمي مصر ويحفظ شعوبنا العربية والإسلامية من كل سوء وشر. توافد أعضاء مجلس النواب على مقر المجلس للتوقيع على نماذج تزكية المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وقد أتاحت الأمانة العامة للمجلس نماذج التزكية المعدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات تفعيلا لنص المادة 142 من الدستور، والتي تقضي بأن يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح 20 عضوا من أعضاء مجلس النواب. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث ومناقشة عدد من الموضوعات وملفات العمل المهمة. استعرض مدبولي نتائج زيارته الأخيرة إلى مدينة سانت كاترين ضمن جولة شملت أيضا عددا من المشروعات السياحية والخدمية بمحافظة جنوب سيناء بمدينتي طابا ونويبع، موضحا أن زيارة سانت كاترين شهدت متابعة سير العمل بأبرز
مكونات مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام، الذي يستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية التي تحظى بها المدينة وإبراز مكانتها التاريخية والدينية. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع مسؤولي شركة بوش مصر التابعة لبوش الألمانية لمتابعة موقف تنفيذ أعمال الشركة في مصر. وأكد رئيس الوزراء الاستعداد لحل أي معوقات قد تواجه المشروع، ومشددا على أنه يولي أهمية خاصة لهذا المصنع. وخلال الاجتماع أوضح رئيس التنفيذي لبوش مصر لويز ألفاريز أن المصنع سيكون الأكبر من نوعه في إفريقيا، كما أن الشركة تعتزم أن تكون مصر مركزا لنفاذ وتوزيع إنتاجها إلى الأسواق الأخرى. نظمت وزارة الداخلية احتفالية داخل مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان بمناسبة المولد النبوي الشريف. تضمنت هذه الاحتفالية ندوة دينية بحضور علماء الأزهر وفقرات للإنشاد الديني، وذلك إعلاء لقيم حقوق الإنسان داخل مراكز الإصلاح والتأهيل. الندوات الدينية والثقافية إحدى الأدوات الإصلاحية في المنظومة العقابية التي تطبقها وزارة الداخلية. من هذا المنطلق نظم قطاع الحماية المجتمعية ندوة دينية للنزلاء احتفالاً بالمولد النبوي الشريف بمركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان، بحضور عدد من شيوخ الأزهر في إطار الحرص على إحياء المناسبات الدينية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل. هذا الاحتفال إذا يعني دل على شيء فإنما يدل على حب الوطن والحرص على العمل والإخلاص بأي شكل من الأشكال في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار والصلاح والإصلاح لهذا الوطن العظيم. ندوات بنعرفهم فيها قد إيه الأمل موجود، وقد إيه سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان صانع أمل، وطالما تجدد الأمل هيا إلى العمل، ونبين لهم أنه حال الإنسان دائما ما بين عسر ويسر، وبالتالي ما بين صبر وشكر، وبالتالي هو مجازى ومأجور. فكرة هذه الندوات ترتكز على إحياء الأمل في نفوس النزلاء وتقويم سلوكياتهم وتعريفهم بأمور دينهم، حيث باب الاستفسار والنقاش مفتوح أمام النزلاء خلال هذه الندوات، وهو ما يتفق مع المعايير الإنسانية في المنظومة العقابية والإصلاحية. بنحس إنه هذا التفاعل الحقيقي إنساني، تفاعل إنساني. وجود تنظيم الحفلات ومن خلالها الندوات الدينية في شتى المناسبات الدينية، ده شيء يعني بيعلي من الروح المعنوية مش عند النزلاء بس، وعندنا إحنا كمان، لأن إحنا بنشارك الضعيف في وقت ضعفه، إن إحنا بنرفع من حالته النفسية والإنسانية. بطلع من ندوة هنا عندي أمل كبير جدا إن أنا أكمل، بتساعدني وبتثقفني في حاجات كتير قوي، بسأل على حاجات كتير أنا مش كنت فاهمة فيها حاجة تعلمتها هنا. الندوات الدينية اللي حضرتها في مركز التأهيل كان ليها تأثير إيجابي جديد جدا على طاقتي النفسية والإيمانية، من ناحية إن هي بتجدد الطاقة النفسية عندي وبتديني قوة وصبر على تحمل ما هو قادم. أنا سعيدة جدا النهاردة إن أنا حضرت ندوة دينية بمناسبة المولد النبوي الشريف. كل سنة والأمة الإسلامية بخير، وكل سنة وكل زمايلي النزلاء هنا بخير. الاحتفال بمولد خير الأنام في مراكز الإصلاح والتأهيل لم يقتصر على تنظيم الندوات الدينية، إنما شهد فقرات للإنشاد الديني استعرض خلالها النزلاء مواهبهم في الإنشاد والغناء والعزف على الأدوات الموسيقية المتنوعة، وهي مواهب تم إصقالها داخل مراكز الإصلاح والتأهيل من خلال برامج تأهيلية متطورة يشرف عليها خبراء ومختصون. صلى الله عليه وسلم.
مواهب عظيمة، أصوات جميلة وأداء طيب، معناه أن وراء ذلك عمل جبار ونظرة جديدة. حتى الروح اللي الناس بتؤدي بها النهاردة روح حرة طليقة، أمل جديد، محبة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في ميزان حسنات كل القائمين عليها. تخيلنا أن هذا عالم جديد، إنسان جديد تغير من حال إلى حال، بعد أن كان قد جاء لتقضية عقوبة فإذا به يتحول إلى إنسان جاء ليصنع أمل جديد. ندوات دينية ذات مردود إيجابي فعال على النزلاء ترشدهم إلى الطريق القويم وتفتح لهم باب أمل إلى حياة أفضل عقب الإفراج عنهم، وهذا هو جوهر السياسة العقابية الحديثة التي تطبقها وزارة الداخلية، بناء إنسان جديد. أسأل الله أن يبارك في بلدنا مصر، أن ينعم عليها بالأمن والأمان، وأن يحفظ شعبها، وأن يأخذ بيد مصر إلى بر الأمان. اللهم آمين آمين آمين. تعظيم السلوكيات الإيجابية والابتعاد عن السلوكيات السلبية أهم مردود إيجابي للندوات الدينية والثقافية التي يقومها قطاع الحماية المجتمعية بصفة دورية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ضمن منظومة السياسة العقابية الحديثة التي تهدف إلى إصلاح وتأهيل النزلاء ليصبحوا أعضاء نافعين في مجتمعهم عقب الإفراج عنهم. من مركز الإصلاح والتأهيل، العاشر من رمضان، عبد الله بركات، التلفزيون المصري. أكد منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور ويسلاند أن المستوطنات الإسرائيلية ليس لها شرعية قانونية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. جاء ذلك خلال كلمة للمنسق الأممي لعملية السلام بالشرق الأوسط أمام مجلس الأمن لمناقشة تقرير أممي عن عمليات هدم ومصادرة المباني المملوكة للفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، واستمرت خلال الفترة التي يغطيها التقرير من 15 من يونيو إلى 19 من سبتمبر بحجة عدم الحصول على تصاريح بناء التي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها. استمرت عمليات هدم ومصادرة المباني المملوكة للفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية بحجة الافتقار إلى تصاريح البناء التي تصدرها إسرائيل والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها، وهدمت السلطات الإسرائيلية أو صادرت أو أجبرت أشخاصاً على هدم 238 مبنى، مما أدى إلى تهجير 183 شخصاً من بينهم 46 امرأة و91 طفلاً. حضر مسعفون في السودان من تفشي الإصابة بالكوليرا وحمى الضنك في البلاد، وذلك بسبب بدء هطول الأمطار الموسمية وتأثير العمليات العسكرية والتي تستمر منذ أكثر من 5 أشهر على النظام الصحي الذي كان يعاني بالفعل من ضغوط حتى قبل بدء الاشتباكات. أكدت السلطات الصحية رصد حالات إصابة بالكوليرا للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة السودانية في منتصف إبريل، مشيرة إلى أن أول حالة رصدت في ولاية القضارف أواخر أغسطس الماضي. وأشارت وزارة الصحة الاتحادية إلى وفاة 18 شخصا، وذكرت رابطة الأطباء في السودان أنه تم تسجيل 3398 حالة إصابة بحمى الضنك في ولايات القضارف والبحر الأحمر وشمال كردفان والخرطوم في الفترة من منتصف إبريل وحتى منتصف سبتمبر. أعربت مصر عن خلص تعازيها وتضامنها مع العراق الشقيق حكومة وشعبا إثر حادث الحريق المروع الذي اندلع بمحافظة نينوى والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين. وشارك الألاف من العراقيين في تشييع عدد من ضحايا الحريق الذي شب في قاعة للأفراح بمحافظة نينوى شمالي العراق والتي أسفرت عن مصرع وإصابة أكثر من 450 شخصا إلى هذا، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق استجواب 9 متهمين وإصدار مذكرات قبض وتفتيش بحق شخصين وأدى إلى مقتل العشرات. الله أكبر.
اختتم وزير الدفاع الأمريكي جولته الأفريقية في أنغولا، وخلال هذه الزيارة أكد لويد أوستن التزام الولايات المتحدة بمساعدة أفريقيا على تعزيز أمنها، ودعا أوستن إلى شراكة متساوية بين الولايات المتحدة وأفريقيا. أفريقيا مهمة، إنه أمر مهم للغاية بالنسبة لشكل عالم القرن 21، وهو مهم لازدهارنا المشترك ولأمننا المشترك، كما أن أفريقيا مهمة للغاية بالنسبة للولايات المتحدة ولدى الرئيس بايدن. ويمكنني أن أقول لكم بشكل مباشر إن الرئيس يعتقد أن نجاح أفريقيا أمر بالغ الأهمية لمستقبلنا جميعاً. نشرتنا تتواصل معكم على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. موسكو تتهم لندن وواشنطن بمساعدة كييف في قصف مقر البحرية الروسية بالقرم. اتهمت موسكو كل من لندن وواشنطن بمساعدة كييف في قصف مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود بشبه جزيرة القرم الأسبوع الماضي. شددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على أنه ليس لدينا أدنى شك في أن هذا الهجوم كان مخططا له مسبقا باستخدام وسائل الاستخبارات الغربية ومعدات الأقمار الاصطناعية التابعة لحلف الناتو وطائرات الاستطلاع. وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن الضربة قد نفذت بتنسيق وثيق مع أجهزة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية. أعلن الجيش الأوكراني عودة عدد محدود من مقاتلي مجموعة فاغنر الروسية إلى ساحات القتال في شرق أوكرانيا. أوضح المتحدث باسم الجيش الأوكراني أن عودة فاغنر للقتال مرة أخرى ليس لها تأثير كبير في ساحة المعركة حتى الآن. أعرب المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن الهجوم على خط أنابيب نورد ستريم تم بطريقة أو بأخرى من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا. وأضاف بيسكوف أن ما نشره من معلومات تتفق مع المعلومات الخاصة بالأجهزة الروسية، وكانت روسيا قد طالبت مجلس الأمن بفتح تحقيق دولي مستقل في تفجير نورد ستريم. أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حكومته بالتأكد من استقرار أسعار الوقود بالتجزئة، ساعيا إلى اتخاذ إجراءات إضافية لتحقيق التوازن في السوق المحلية بعد فرض حظر على صادرات البنزين والديزل. أبلغ بوتين مجلس الوزراء أيضا أنه يتعين عليه التحرك بسرعة، وأن مراجعة الضرائب على صناعة النفط تعد خيارا مطروحا، وفرضت الحكومة الأسبوع الماضي حظرا مؤقتا على صادرات البنزين والديزل إلى جميع الدول خارج دائرة الدول السوفيتية الأربع السابقة من أجل وقف الزيادة في أسعار الوقود المحلية. توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن الاقتصاد الروسي سينمو بنسبة 1.5% هذا العام. وذكر البنك الأوروبي أن إيرادات موسكو ارتفعت أكثر مما كان متوقعا بسبب ارتفاع أسعار النفط وقدرة روسيا على تعويض تبعات تحديد سقف أسعار النفط الروسي من خلال التصدير إلى أسواق جديدة وخاصة الهند والصين.
صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 77 صوتا مقابل 19 صوتا لصالح بدء مناقشة إجراء من شأنه تمويل الحكومة حتى 17 من نوفمبر القادم. أوضح مجلس الشيوخ أن هذا التمويل يتضمن نحو 6 مليارات دولار لمواجهة الكوارث المحلية ومثلها تقريبا، وذلك لمساعدة أوكرانيا. في الوقت نفسه أجرى مجلس النواب تصويتا إجرائيا لمناقشة 4 مشروعات قوانين للإنفاق الحكومي والتي لن تمنع الإغلاق. طلبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أذربيجان بالسماح لمراقبين دوليين بدخول منطقة ناغورنو كاراباخ. وأضافت وزيرة الخارجية الألمانية أن برلين قررت زيادة المساعدة الإنسانية بشكل كبير مرة أخرى ورفع التمويل الإضافي للجنة الدولية للصليب الأحمر من 2 مليون إلى 5 ملايين يورو. شنت أذربيجان عملية خاطفة للسيطرة على كاراباخ مؤخرا، مما أسفر عن فرار الآلاف من الأرمن من ديارهم. أفادت وكالة أنباء روسية أن أكثر من 47 ألفا عبروا الحدود إلى أرمينيا من ناغورنو كاراباخ، وذلك منذ الهجوم الأذربيجاني الخاطف. في هذه الأثناء أكدت أرمينيا أن الفارين من الإقليم يمثلون ثلث عدد سكانه، وفتحت أذربيجان الطريق الوحيد الذي يصل الإقليم بأرمينيا الأحد الماضي بعد 4 أيام من موافقة الانفصاليين على إلقاء السلاح، وذلك بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار أعاد المنطقة المتنازع عليها إلى سيطرة باكو. أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن واشنطن وبروكسل تمارسان ضغوطا على يريفان حتى تتخذ القيادة الأرمينية قرارا بالانسحاب من منظمة معاهدات الأمن الجماعي. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن واشنطن تحاول إقناع أرمينيا بالانسحاب من منظمة معاهدة الأمن الجماعي وتعزيز التعاون مع حلف شمال الأطلنطي وتوقيع معاهدة سلام مع أذربيجان دون الأخذ في الاعتبار حقوق وأمن الأرمن في ناغورنو كاراباخ. Ее экономики, финансов, энергетической безопасности, а это все вещи взаимосвязаны на сегодняшний день. Они не подключают нас к расследованию, они совершали попытки даже обвинить нас, они придумывают... واجهت قيادة قواتنا المسلحة الكثير من التحديات خلال التحضيرات لمعركة أكتوبر، لكن أبطالنا خاضوا المعركة وواجهوا التحديات. وأثبت المصريون تفوق العقل والإرادة على القدرات والإمكانات في تحقيق النصر واسترداد الأرض. حرب 6 أكتوبر عام 1973 لم تكن انتصاراً عسكرياً فحسب، بل كانت درساً مصرياً خالصاً في إثبات أن العقل والإرادة يتفوقان على القدرات والإمكانات. تحديات كثيرة واجهت الجيش المصري في فترة ما قبل الحرب وخلالها، لعل من أبرزها فتحات خزانات الوقود أو مواسير النابالم الموجودة تحت سطح القناة،
والتي كانت تهدد بحرق كل من يقترب منها. وأمام هذا التحدي الكبير خرج أحد ضباط الجيش المصري بفكرة عبقرية تقتضي بأن تقوم الضفادع البشرية بسد فتحات خزانات الوقود بأسمنت لا يتحلل بالماء أو بعض اللدائن الأخرى، وهي الفكرة التي أثبتت نجاحاً فارقاً في ساحة المعركة وأنقذت الكثير من أرواح أبطالنا البواسل. كما واجه القوات المسلحة تحد آخر خلال الاستعداد للحرب تمثل في انتهاء صلاحية الوقود الخاص بصواريخ الدفاع الجوي والتي يقع عليها العاتق الأكبر في حماية سماء مصر من الطيران الإسرائيلي خلال المعركة. وكان انتهاء صلاحية الوقود بسبب توقف السوفيات عن توريده لمصر بعد قرار الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطرد الخبراء الروس. وأمام هذا التحدي جاء دور العقول المصرية التي نجحت في حل الأزمة وتكوين الوقود من العناصر المستخدمة فيه والتي لم تنتهي صلاحيتها بعد، والاستعانة بالمواد الخام المتوافرة محلياً، الأمر الذي أدى في النهاية لخوض الحرب والانتصار الكبير. لم يتوقف الأمر عند هذه التحديات، ولكن كان هناك المزيد، حيث لعب سلاح المهندسين دوراً تاريخياً في معارك أكتوبر عام 1973، ويظل اسم الشهيد البطل اللواء أحمد حمدي الأبرز ضمن أبطال هذا السلاح خلال ملحمة النصر، حيث كان للشهيد البطل الدور الرئيسي في تطوير الكباري المائية لتلائم ظروف قناة السويس وتطوير طريقة تركيبها ليصبح تركيبها خلال 6 ساعات بدلاً من 74 ساعة، وهو ما سهل من عملية عبور الجنود والمعدات. كما واجه القوات المسلحة معضلة كبرى كانت تهدد بفشل كل شيء، وهي التوصل لطريقة إبلاغ الأوامر والتعليمات العسكرية وتبادل المعلومات بين القيادات والضباط دون أن يتم فك شفرتها من قبل العدو الإسرائيلي الذي كان متميزاً في التجسس ويمتلك أحدث الأجهزة الأمريكية وقتها. وهنا جاء دور الصول النوبي أحمد إدريس الذي اقترح فكرة عبقرية تتمثل في استخدام اللغة النوبية التي لن ينجح العدو في فك شفرتها، وأبلغ فكرته للقادة الذين نقلوها للرئيس السادات الذي قابله واعتمد فكرته التي أثبتت نجاحها. كل هذه التحديات الكبرى التي كان لها دور هام في تحقيق النصر كادت أن تذهب سدى دون حل المعضلة الكبرى المتمثلة في عبور خط بارليف. كان الخط عبارة عن ساتر ترابي مرتفع على الضفة الشرقية لقناة السويس، وأقام عليه العدو الإسرائيلي 22 موقعاً دفاعياً و26 نقطة حصينة. وعلى الرغم من كل هذه التدابير إلى أن المصريين نجحوا في اختراقه في أقل من 2 ساعة بسبب عنصر المفاجأة وبفكرة بسيطة أنهت الأسطورة الإسرائيلية، حيث اقترح اللواء باقي زكي استخدام مضخات المياه لفتح ثغرات في الساتر الترابي، وبالفعل نجح أبطال القوات المسلحة في هدم 1500 متر مكعب من الرمال في غضون 2 ساعة وحدث العبور. هي إذن تحديات شبه مستحيلة نجحت قواتنا المسلحة في تجاوزها، وأثبت المصريون وقتها أن العقل والإرادة لهما الكلمة العليا في ساحة المعركة، وقضوا على فوارق القدرات وحققوا النصر التاريخي العظيم. قدمت المدفعية المصرية خلال حرب أكتوبر أروع أمثلة التضحية في سبيل الحصول على نصر أكتوبر المجيد. الفريق محمد سعيد الماحي قائد المدفعية المصرية أحد كبار قادة القوات المسلحة الذين شاركوا في تحقيق النصر، ولعب الماحي دورا كبيرا في تجهيز سلاح المدفعية للمعركة. سوف نسلم أعلامنا مرتفعة هاماتها عزيزة صواريخ في سجلات نصر أكتوبر المجيد. أحداث وشخصيات بذلوا العطاء فاستحقوا الثناء تقديرا لما قدموه من أجل عزة وكرامة الوطن. وفي تلك السجلات تسطع أسماء ورموز يتلألأ ذكراها في السطور والكلمات. ومن بين هذه الأسماء الفريق محمد سعيد الماحي
مدير سلاح المدفعية في حرب أكتوبر. ولد الفريق محمد سعيد الماحي في الأول من فبراير عام 1922، والتحق بالكلية الحربية عام 1939، وتخرج فيها في الأول من يونيو عام 1942 ضابطاً بسلاح المدفعية. شارك في حرب فلسطين عام 1948، وبعد قيام ثورة يوليو عام 1952 التحق بالعمل في وحدات المدفعية المختلفة، وسافر ليشارك في حرب اليمن، ثم عاد ليتدرج في الوظائف القيادية بسلاح المدفعية وصولاً إلى مدير سلاح المدفعية في 23 من يوليو عام 1971، ليبدأ في إعداد وحدات المدفعية لمرحلة خطيرة من عمر الوطن. تواصل فيها الجهد ليل نهار حتى تكون وحدات المدفعية على أتم الاستعداد لتنفيذ مهمتها في يوم النصر العظيم. وفي تمام الساعة 2:05 ظهر يوم 6 أكتوبر عام 1973، شهدت جبهة قناة السويس أكبر تمهيد نيراني في تاريخ الحروب الحديثة، والتي تكبد العدو من خلالها خسائر فادحة في الأسلحة والمعدات والأفراد، مما كان له أثر كبير في تحقيق النصر المبين. وبعد انتهاء الحرب رقي اللواء أركان حرب محمد سعيد الماحي إلى رتبة الفريق، بعدها تولى منصب كبير اليورام برئاسة الجمهورية، ثم رئيساً لجهاز المخابرات العامة من عام 1978 وحتى عام 1981. بعد ذلك عين محافظاً للإسكندرية. وفي 20 من يونيو عام 2007 رحل الجنرال الصامت الرهيب في سكينة وهدوء، بعد أن أدى دوره العسكري كرجل مخلص من أجل عزة مصر ورفعة قواتها المسلحة. وعن آخر أخبار المال والأعمال من نشرة 9 نتابعها مع رجاء رمزي. إليك رجائي. شكرا ريهام، شكرا أميرة. مشاهدين أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية. التقى محافظ البنك المركزي حسن عبد الله نظيره الصيني بانكونغ في بكين، حيث ألقى حسن عبد الله كلمة أمام الحاضرين من كبار ممثلي المؤسسات الدولية، منها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبعض البنوك المركزية الأخرى. وأكد محافظ البنك المركزي خلالها على عمق واستراتيجية العلاقات الثنائية ما بين البلدين، كما ترأس الطرفان لقاء ثنائيا بحضور القيادات من الطرفين، ناقش خلاله تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين الدولتين واتفاقية مبادلة العملة لتعزيز الشراكة والمساهمة في الاستقرار المالي. كما تمت مناقشة عزم القاهرة إصدار سندات البندا المقومة باليوان الصينية. وللمزيد مشاهدين حول هذه الزيارة والمزيد من المتابعة، ينضم إلينا الدكتور فرج عبد الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي. دكتور فرج، أرحب بك على شاشة القناة الأولى. كيف يمكننا قراءة هذه الزيارة خاصة في ظل التعاون وتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي ما بين مصر والصين، وأيضا قرب تفعيل عضوية مصر في البريكس؟ بداية أهلا وسهلا ومرحبا بحضرتك والسادة المشاهدين. بكل تأكيد يعني يمكن قراءة هذا الخبر وهذه يعني المحادثات في اتجاه أن هناك رغبة حقيقية من الجانبين في تعزيز التعاون الاقتصادي بشكل كامل، مش بس على المستوى التجاري ولكن على المستوى الاقتصادي ككل. يمكن اتباع النهاردة بياخد الشق النقدي من هذا التعاون، نعم. على مستوى التبادل التجاري من جهة، وعلى مستوى التمويل المتاح خلال الفترة المقبلة ما بين الطرفين.
بكل تأكيد كما هو معلوم من المنتظر يعني في يناير المقبل دخول مصر أدويتها لمجموعة البريكس وتحت المسمى الجديد بريكس بلس، وهيضم 10 دول بالإضافة إلى أدوية مصر. بكل تأكيد يعني هذه الدول بتمثل وزن نسبي يتخطى 40% من حجم الناتج الاقتصادي اللي موجود في العالم، يمثل وزن كبير للدول النامية والاقتصادات الصاعدة، ويمكن يجي في مقدمتهم الاقتصاد المصري. عشان كده كان من الأهمية أن يكون في تعزيز وتعميق للتعاون ما بين الأطراف المختلفة، خصوصا أن مصر يربطها ما بينها وما بين مجموعة بريكس بلس عددا من التجمعات الأخرى، ويمكن يعني مصر بتنخرط بشكل أساسي في حجم تمويل كبير مع مؤسسات تمويلية متعددة الأطراف مع الدول النامية. ويمكن هنا يستوقفنا أن هناك اتجاه عالمي نحو صياغة نظام نقدي جديد أو نظام عالمي جديد بشكل كبير بيوفر تمويل منخفض التكلفة للدول النامية، يعد التمويل الأخضر والسندات الخضراء والمشروعات اللي بتعمل على يعني مواجهة التغيرات المناخية بشكل أساسي. بيستهدف هذا التعاون تعميق التبادل التجاري من جهة، بالإضافة لتوفير تمويل منخفض التكلفة من جهة أخرى. نعم دكتور فرج، يعني لعل الشغل الشاغل على مستوى الشارع المصري يعني بشكل أساسي هو مبادلة العملة أو التبادل التجاري باستخدام العملات المحلية، إلى أي مدى ترى أننا في مصر قد أحرزنا تقدما مع الشريك الصيني في هذا الصدد؟ بكل تأكيد احنا كما هو معلوم اليوان الصيني من ضمن الخمس عملات الرئيسية لدى صندوق النقد الدولي، ويمكن التعامل به ما بين الطرفين. بكل تأكيد العالم بيشهد حالة غير مسبوقة من الحراك على المستوى الاقتصادي، وخصوصا فيما يتعلق بالمبادلات النقدية. يمكن شاهدنا خلال الخمس سنوات اللي فاتت عدد من أو حجم من التجارة الدولية كبير يتم مبادلته بالعملات الثنائية ما بين طرفين، ولكن احنا يمكن نتكلم على 2023 ولمدة خمس سنين هنشهد حراك على مستوى متعدد الأطراف وليس ثنائي فقط. عشان كده هنلاقي أنه عدد من الدول اللي موجودة في مجموعة بريكس بلس من المؤكد أنها تنخرط في تسوية معاملاتها التجارية بأي من العملتين، إما الصينية أو عملة مشتركة يعني وسيطة ما بين هذه الدول. بكل تأكيد الدولة المصرية يعني قطعت شوط كبير في هذا الاتجاه، هيعود بالنفع على سوق النقد الأجنبي في مصر بالدرجة الأولى، هيؤدي إلى سهولة في تدفق السلع وسلاسل الإمداد للطرفين، هيدي فرصة حقيقية للانخراط أكثر في بعض القطاعات الهامة يمكن يجي في مقدمتها القطاع الصناعي، هيؤدي في النهاية إلى تعزيز كفاءة الأسواق المالية على مستوى الإصدارات أو السندات أو التمويل الأخضر، هيدي فرصة أكثر في الانخراط في أسواق جنوب شرق آسيا بشكل كبير. من المؤكد أنه هيدي انتعاشة يعني عاجلة فيما يتعلق بسوق النقد في مصر. أشكرك شكرا جزيلا دكتور فرج عبد الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي. إلى محافظة كفر الشيخ التي شهدت بدء موسم جني القطن، حيث تزرع محافظة كفر الشيخ التي تتميز بزراعة قطن طويل التيلة ثلث المساحة المنزرعة من محصول القطن على مستوى الجمهورية بنحو 84,200 فدان، ومتوسط إنتاجية الفدان يصل من 10 إلى 12 قنطارة. دي أحد الحقول الإرشادية اللي تم تنفيذ فيها كافة المعاملات والتوصيات الفنية. الصنف اللي موجود قدامنا هو صنف جيزة 94، يمكن إن شاء الله منظومة تسويق القطن السنة دي بتشهد تفوق ملحوظ جدا في أسعار القطن. عندنا 91 مجمع موزعين على كافة المحافظة، بنأمل إن شاء الله أن يبقى موسم تسويق جيد جدا لمحصول القطن. عندنا في المحافظة ائتمان 50,384،
تم توفير المبيدات من قبل الوزارة اللازمة لموسم القطن كله، أفات أولى وبعدين رش وقاي أول وتاني، انتهينا من الأول والتاني والتالت على وشك الانتهاء منه. النهاردة في يوم حصاد القطن، يوم جني محسن، دور الإرشاد مع المزارع بعمل ندوات إرشادية وعمل أيام حقل وعمل ندوات داخلية وندوات خارجية. طبعا الحمد لله والشكر لله احنا في موسم الخير والحصاد وموسم جني القطن، وده محصول يعني من أهم المحاصيل الاستراتيجية للبلد، والحمد لله بتوفيق من الله سبحانه وتعالى قدرنا نوصل لإنتاجية عالية جدا. وإلى أسواق البترول العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات التي ركزت الأسواق فيها على شح الإمدادات قبيل فصل الشتاء وأيضا الهبوط السلس للاقتصاد الأمريكي. ارتفعت العقود الأجل الخام برنت بنسبة تصل إلى 0.4% مسجلة 94 دولار 29 سنتا للبرميل، في حين صعدت العقود الأجل الخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة بلغت 0.3% مسجلة 90 دولار و70 سنتا، فيما انخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة تصل إلى 1% مسجلة 3 دولارات للتر. هذا فيما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.49% مسجلة دولارين 62 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا أكد أن سعر وقود الطيران المستدام سيظل أغلى من الكيروسين على الأرجح حتى عند بدء الانتاج على نطاق واسع، مشيرا إلى أن التكلفة لن تمنع شركات الطيران من تحقيق أهدافها الخاصة بانبعاثات الكربون. قدرت إياتا أن وقود الطيران المستدام يمكن أن يساهم في خفض قطاع الطيران من الانبعاثات بنسبة تصل إلى 65% تقريبا للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، وذلك بحلول عام 2050. هذا وتوقعت أن ينخفض سعر هذا الوقود عندما تتم التسليمات على نطاق واسع مقارنة بالكميات الضئيلة التي تسلم حاليا، إلا أنه سيظل أيضا أغلى من الكيروسين. هذه الوقفة الاقتصادية مشاهدين، عودة مجددا إلى أميرة وريهان، فإليكم. شكرا رجائي. ضرب زلزال بقوة 4.2 درجة حقلا بركانيا بقرب مدينة نابولي الإيطالية في أقوى هزة أرضية في تلك المنطقة منذ نحو 4 عقود. أوضحت السلطات الإيطالية أن الهزة لم تتسبب في أضرار وفقا للفحوصات الأولية. كشف المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين أن الزلزال جاء بين أكثر من 60 هزة أرضية وقعت أمس الثلاثاء، وذكرت إدارة الحماية المدنية الإيطالية في بيان لها أن السكان شعروا بهذا الزلزال. والآن نتحول معا إلى أهم أنباء الرياضة في نشرة التاسعة. عودة مرة أخرى إليك رجائي. شكرا أميرة، شكرا ريهام. مشاهدينا، أخبار الكرة والملاعب نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الرياضية. تظل فريق طلاء الجيش أمام مضيفه فريق إمبي دون أهداف، وذلك في المباراة التي جمع بينهما على ملعب سات بيترو سبورت ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري الممتاز لكرة القدم. بهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق طلاء الجيش إلى 4 نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، فيما يحتل إمبي المركز 12. يأتي هذا فيما حقق فريق زد فوزه الثاني على التوالي على حساب الجونة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على استاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز. سجل هدف الفوز لزد محمد سمير، وذلك من ركلة جزاء في الدقيقة 83 من عمر المباراة. بهذه النتيجة يحتل زد وصافة دوري نايل مؤقتا برصيد 6 نقاط خلفا لمودرن فيوتشر الذي يمتلك ذات رصيد من النقاط، بينما يحتل الجونة مركز 11 برصيد 1 نقطة.
ولحساب نفس الجولة يواجه فريق المصري البور سعيدي فريق فاركو في الرابع عصر غد الخميس على أستاد برج العرب، فيما يستضيف فريق الإسماعيلي فريق الاتحاد السكندري في السابعة مساء غد ضمن منافسات أو الدوري الممتاز لكرة القدم. ونتحول إلى الليغا الأسبانية، الدوري الأسباني الممتاز لكرة القدم، حيث يتقدم فريق ريال مدريد على نظيره لاس بالماس بهدف نظيف في المباراة المقامة حاليا على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن منافسات الأسبوع السابع من الدوري الإسباني. أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف الدول المستضيفة لبطولتي كأس الأمم الأفريقية نسختي 2025 و2027. أوضح الكاف عقب اجتماع المكتب التنفيذي أن المغرب فاز بحق استضافة أمم أفريقيا 2025، تعد هذه هي المرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 1988 والتي فازت بلقبها الكاميرون، فيما نالت كينيا وتنزانيا وأوغندا حق استضافة نسخة 2027 من البطولة القارية. نهاية وقفتنا الرياضية مشاهدينا، عودة مجددا إلى أميرة وريهان فاليكم. شكرا لك رجائي. أطلقت الصين أحدث أقمارها الاصطناعية للاستشعار عن بعد إلى الفضاء، وذلك من مركز جيوتشوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في شمال غربي الصين. وأفادت وكالة الأنباء الصينية شينخوا بأنه تم إطلاق القمر الصناعي داخل مداره المخطط له بنجاح، مشيرة إلى أن القمر الاصطناعي سيستخدم للتجارب العلمية، أيضا تقديرات غلت المحاصيل والوقاية من الكوارث وأعمال الإغاثة. وعن أحوال الطقس من نشرة التاسعة مرة أخيرة مع رجائي رمزي، إليك رجائي. شكرا ريام، شكرا أميرة. مشاهدينا، توقعات خبراء الطقس نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الجوية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء وأيضا جنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، لطيف ليلا على شمال البلاد وذلك حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من محافظات ومدن الجمهورية، نبدأ بمحافظة القاهرة العظمى فيها 36، الصغرى فيها 25 طقس حار، الأسكندرية 32 23، مطروح 31 22، بورسعيد 33 23، الإسماعيلية 37 24. أما محافظة السويس العظمى فيها 36، الصغرى فيها 24، العريش 33 24، طابة 35 25، شرم الشيخ 39 29، الغردقة 40 28. أما محافظة الأقصر العظمى فيها 44، الصغرى فيها 27 شديد الحرارة، أسوان 45 27 أيضا شديد الحرارة، الوادي الجديد 44 23، شلاتين 39 27، وحلايب العظمى فيها 35 والصغرى فيها 27. لن نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية، نتابع. Thank you.
والآن مشاهدينا نترككم ولقطة الأبرز لهذا اليوم نتابع. وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة، ولكن لا يتبقى سوى تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. خلال لقائه أمين مجلس الأمن الروسي، الرئيس السيسي يؤكد أهمية تغليب الحلول الدبلوماسية للأزمة الروسية الأوكرانية لحفظ الأمن والسلم الدوليين. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف ويكرم عددا من النماذج العاملة بوزارة الأوقاف. وسط تهاوي المرافق الصحية، الصحة السودانية تحذر من تفشي حمى الدنك والكوليرا بعد رصد حالات. انتهت نشرة التاسعة، ولكن التاسعة مستمرة مع حضراتكم ومع يوسف الحسيني. مساء الخير يا يوسف. ازيك يا هام؟ ازيك يا امير؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانت طيب. مولد النبي سعيد باذن الله علينا كلنا. تابعتوا النهارده الاحتفاليه والجزء الارتجالي بتاع الرئيس؟ هو دايما بيكون الجزء الارتجالي ده اكتر جزء بيوصل لينا جدا الحقيقه، جدا دايما في جداً. في كل النفاذيه مطلقه للكلمات الارتجاليه دايما للرئيس، لانها بمنتهى الصدق الحقيقه يعني بالزبط. كما جرت العاده. على كل هنناقش الحاجات دي بقى بعد شويه. اشكركم اولا واستاذنكم نبدا فقراتنا بالتفضل ان شاء الله.